المدعية العامة بالمحكمة الجنائية الدولية بتقول العنف الجنسي ضد نساء دارفور هو واحد من الجرائم الرئيسية التي استندت عليها المحكمة في توجيه الاتهام إلى الرئيس البشير وأحمد حارون وعلي كوشيك وعبد الرحيم محمد حسين. قالت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بن سودا، قالت إن العنف الجنسي ضد النساء في دارفور بشكل إحدى الجرائم الرئيسية التي استندت عليها المحكمة في توجيه الاتهام للرئيس عمر البشير وغيره من المطلوبين السودانيين. وقالت لعافية دارفور ينبغي علينا بذل مزيد من الجهود لتحقيق المساءلة عن هذه الجرائم وردع ارتكاب هذا النوع من الممارسات البغيضة في المستقبل. ولهذه الغاية قالت فاتو بن سودا أدرجت المحكمة تهم الاغتصاب ضد كل من والي شمال كردفان الحالي أحمد حارون وقائد الميليشيا علي كوشيب ووزير الدفاع عبد الرحيم محمد حسين. وكشفت فاتو بن سودا أن توجيه تهم ذات صلة إلى 17 شخص آخرين، مؤكدة أن جرائم العنف الجنسي بالتحديد بتشكل حوالي 70% من دعاوى المحكمة. وأضافت المدعية فاتو بن سودا to bring accountability for such crimes and to deter the commission of such hateful practices in the future. To this end, we included charges of rape as a war crime against Ahmed Haroun and Ali Kouchib and against Abdel Rahim Mohamed Hussein. We also charged rape as a crime against humanity and as genocide by causing serious bodily or mental harm, including through rape against President Omar al-Bashir. Thus far, we have charged 17 individuals with gender-related crimes, and specific charges of sexual violence were included in 70% of our cases. وفي ذات الموضوع أدان كل من وزير الخارجية البريطانية السابق ويليام هيك ومؤتمر البيجا وجمعية النشطاء الحقوقيين والقانونيين بفرنسا أدانوا الحادث وطالبوا بإجراء تحقيق عاجل لكشف ملابساته وتقديم المتورطين في الأحداث للعدالة. واعتبر ياسر أرمان الأمين العام للحركة الشعبية ما حدث بثابت هو اغتصاب لكل الإرث الوطني وضربة موجعة للوجدان الوطني. وأعلنت ناشطات سودانيات دخولهم في إضراب عن الطعام لثلاثة أيام احتجاجا على الاغتصاب الجماعي لنساء تابي.